إذن نذكر السادة المشاهدين أنتم على المباشر، طبعا تأتيكم هذه الصور من قصر الأمم. نعم، هذه الصور تأتيكم من قصر الأمم، اجتماع البرلمان بغرفتيه، وذلك تطبيقا للمادة 102 من الدستور المتعلقة طبعا بإعلان شغور أو حالة شغور منصب الرئيس. طبعا يجتمع الآن البرلمان بكتلتيه، طبعا أو برلمان بغرفتيه عفوا، المجلس الشعبي الوطني وأيضا مجلس الأمة. هذه الصور الآن للنشيد الوطني في القاعة، وأيضا كما يظهر على الصورة رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، وأيضا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وذلك طبعا هذه الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. كما سبق الذكر أنه هذه الجلسة تتم وجوبا، يعني اجتماع أو جلسة البرلمان بغرفتيه هي جلسة تكون وجوبا وفقا للمادة 102، يجتمعون وجوبا لإعلان حالة شغور منصب الرئيس. إذا نذكر فقط أنه هنالك في كرونولوجيا الأحداث أو هاته الجلسة تتم بحضور نواب من الغرفتين، توافدوا من الصباح أو توافدوا منذ الصباح الباكر. أيضا شاهدنا منذ قليل دخول كل من رئيس المجلس أو رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي ترأس الآن هذه الجلسة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب طبعا يتكفل أو فيما ينتظر خلال هذه الجلسة أنه سيتكفل مقرر اللجنة البرلمانية المشتركة لصياغة النظام الداخلي طبعا بتلاوة بيان أو بيان المجلس الدستوري الخاص بإثبات شغور منصب الرئاسة على النواب الحاضرين داخل قاعة قصر الأمم، أين يجتمعون نواب الغرفتين، غرفتي البرلمان مجلس الأمة وأيضا مجلس الشعبي الوطني، يجتمعون كما قلت بناء على نص المادة ما هو منصوص عليه في المادة 102 من الدستور الجزائري، أين تتم هنالك حضور نواب الشعب وفق ما تؤكده طبعا المادة كما قلت 102 التي تتحدث عن اجتماع غرفتي البرلمان وجوبا، وذلك في حالة الاستقالة لإبلاغ النواب. فإن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن بندا واحدا، وهو تسجيل وأخذ العلم بشهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية الصادرة عن المجلس الدستوري، والدعوة إلى تفعيل المادة 102 من الدستور وعليه، وبناء على الحكم على أحكام الفقرة الأولى
من المادة 100 والمادة 101 من القانون العضوي المذكور آنفا، فقد اجتمعت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتبي الغرفتين لوضع الترتيبات الخاصة بانعقاد البرلمان بغرفتيه، وصاغت مشروع نظام الداخلي لسير البرلمان. ولهذا أحيل الكلمة إلى السيد مقرر اللجنة لتقديم المشروع، فليتفضل مشكورا. الكلمة السيد مقرر. ما فيش نقاش الآن. نظام داخلي هو يعتمد، وبعدها ندخلوا في المرحلة الزوجاتية سماع تقرير. رجاء لا نقاش في القاعة الآن. مقرر تفضل. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس البرلمان المحترم، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السيدات والسادة أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان المحترمون، السيدات والسادة أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المحترمون، أسرة الصحافة والإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أتلو على مسامعكم مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة. مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. إن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على أحكام الدستور لا سيما المادة 102 الفقرتين الخامسة والسادسة منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16/12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق ل 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لا سيما المواد 99 الفقرة الثانية و100 الفقرة الأولى و101 منها. وبناء على شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق ل 3 أبريل سنة 2019 المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، يسابق على النظام الداخلي الآتي نصه. المادة الأولى: يحدد هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم وسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم الثلاثاء 3 شعبان عام 1440 الموافق ل 9 أبريل سنة 2019 بقصر الأمم نادي الصنوبر الجزائر العاصمة. المادة الثانية: عملا بأحكام المادة 101 من القانون العضوي رقم 16/12 المذكور أعلاه، تعد اللجنة المكونة من مكتبي غرفة البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتسمى في صلب النص اللجنة البرلمانية المشتركة مشروع هذا النظام الداخلي، وتقترحه على البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته للمسابقة عليه برفع الأيدي بأغلبية الأعضاء الحاضرين بعد تقديمه من قبل مقرر اللجنة. المادة الثالثة: تصويت عضو البرلمان على مشروع هذا النظام الداخلي شخصي في حالة تعذر حضور عضو البرلمان، يمكنه توكيل أحد زملائه للتصويت نيابة عنه. لا يقبل التصويت بالوكالة إلا في حدود توكيل واحد. المادة الرابعة: عملا بأحكام المادة 102 الفقرة الخامسة من الدستور، يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وجوبا بعد تبليغ شهادة تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 27 رجب عام 1440 الموافق ل 3 أبريل سنة 2019
المتعلق بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان. المادة الخامسة: يفتتح البرلمان أشغاله في تاريخ المحدد في استدعاء رئيس مجلس الأمة رئيس البرلمان طبقا لأحكام المادة 99 الفقرة الثانية من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه بتلاوة سورة الفاتحة واسم النشيد الوطني. المادة السادسة: يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة طبقا لمقتضيات المادة 100 الفقرة الأولى من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه. المادة السابعة: يطلع رئيس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بما يأتي: أولا، رئاسة جلسة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وتسييرها. ثانيا، السهر على تطبيق هذا النظام الداخلي وضمان احترامه. ثالثا، ضمان الأمن والنظام العام داخل قاعة الجلسات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك. المادة الثامنة: يتولى مكتب البرلمان تحت سلطة رئيس البرلمان ما يأتي: أولاً، ضبط الجدول الزمني لجلسة أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً. ثانياً، البث في كل المسائل المرتبطة بسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً. المادة التاسعة: تتولى اللجنة البرلمانية المشتركة تحت سلطة مكتب البرلمان إعداد تقرير حول اجتماع دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لأخذ العلم بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا لأحكام المادة 102 الفقرة الخامسة من الدستور. يعرض التقرير في الجلسة من قبل مقرر اللجنة. المادة العاشرة: لا تجرى أي مناقشات في الموضوع. لا يمكن لأي عضو في البرلمان طلب نقطة نظام. المادة 11: تختتم أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بمجرد استنفاذ جدول أعماله بتلاوة سورة الفاتحة وعزف النشيد الوطني. المادة 12: طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة يعقدها البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وينشر في غضون 30 يوما على الأكثر التي تلي تاريخ الجلسة في الجريدة الرسمية للمناقشات بكل غرفة. ذلكم هو السيد رئيس البرلمان المحترم، زميلاتي زملائي أعضاء البرلمان بغرفتيه المحترمين، مشروع النظام الداخلي لسير أشغال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة والذي تعرضه عليكم للمصادقة. شكرا للجميع على كرم الإصغاء وحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد مقرر اللجنة على تقديمه المشروع الذي تفضلت اللجنة مشكورة بإعداده. والآن وبناء عليه أعرض مشروع النظام الداخلي للتصويت برفع اليد. بعد المعلومات عن الجلسة، عدد أعضاء غرفتي البرلمان 487، النصاب المطلوب، عدد الحضور، العدد الأعضاء هو 487، الحضور 455 بما فيهم الوكالات. إذن الحاضرين 455، عدد التوكيلات 15، المجموع 470. وعليه أعرض عليكم مشروع النظام الداخلي للتصويت. المصوت ربيع عام، رفع الأيدي. اتركوا الأيدي مرفوعة حتى يتسنى للموظفين المختصين بالقيام بعد العدد الموافق على النظام الداخلي.